بلاه هذا راح تقول له الصوم دو اللي راح يكون نورمالمون رافل سي لي بروبابيليتي غالب تقير شوي الميكرو مش تقير الميكرو شوي مش تمشي هذا كثير مش مشكل با نحكي على probability كي يعود عندنا لي experience aléatoire درت لكم درقة يمتي demonstration على experience هذه تاع ل تاع لاموني هذه تاع لابياس هذه كنا اسمها كين طيشوها في السماء قلنا لا بياس سوا راح نلقاو سوا راح ولا في ليكسبيريونس سوا راح يظهر لكم الهاد ولا راح يظهر لكم تايل حاجه اخرى ما كانش انوتر ايفينمون ما كانش عندها دوز ايفينمون اليمونتير سوا يكون الهاد سوا يكون التايل الور لو موديل ماتيماتيك لي مثلو به هذم لي زيكسبيريونس و بيان هذم لي فينومين فيزيك انك اول شيء تعرف ليسباس دو بروبابيليتي اول شيء من التجربه لازم تعرف l'espace de probabilité sigma ou la grand sigma tout simplement chez quoi ou l'ensemble de tous les événements possibles l'expérience qui m'a fait l'expérience qui a habité à la monnaie ou chez moi les événements possibles les uns là خلاص معناتها l'ensemble de tout c'est un ensemble discret où fait deux éléments h ou t بون سولون لا تيوري دي زونسومبل نعرفو بلي حنا لي زونسومبل تاعنا نقدرو نمثلوهم بالدياغرام دو فان من صغركم نتوما ديرو لو دياغرام دو فان مربع وداخل المربع كل عنصر تمثلو باكس قداه العنصر عندك عنصرين تمثل هذا تسميه اش تمثل هذا تسميه تي عندنا دو ريبريزونطاسيون ديفيرون تاع لي زونسومبل سوا بهذيك اللي نسميوها الحاضنه ولا شي تفتح حاضنه وتسكر حاضنه وتحط كل العناصر بين الحاضن والطين ولا تمثل العناصر داخل مربع ويتسمى التمثيل هذا تمثيل فان حنا نعرفوا باللي هذه سيت اون اكسبيريونس الياتوار وفيها دو زيفينمون بوسيبل يلي هما الهاد وبيان تايل وعلى بالنا باللي قبل ما تندار التجربة امبوسيبل نقدروا نعرفوا وش هي نتيجة التجربة اسكو راح تعطينا هاد او بيان راح تعطينا تايل امبوسيبل بار كونتر نعرفوا باللي نيمبورت كال اكسبيريونس الياتوار نورمالمون فيزيكمون راح يكون راح تكون عندها فريكونس كي كونفيرج معناتها لو كان ندير 100 مره ولا لو كان ننجز التجربه هذه 100 مره ولا 1000 مره راح نشوف باللي لا فريكونس اللي راح تظهر فيها الاش واللي راح تظهر فيها التي راح تثبت اذا لا فريكونس اللي حكينا عليها 0.5% معناتها بعد ال1000 نشوف باللي واش هي لا فريكونس يعني نحكي بها هو التكرار معناته اذا انجزت التجربه ان خطره هاي نعطيو شويه اعداد باش باه المفهوم يكون سامبل نقولوا ان هو 1000 يا معناتها التجربه راح ولا نجزتها 1000 مره سي نورمال العدد اللي راح يظهر فيها الاش واللي راح يظهر فيها تي راح يكونوا مختلفين اذا قلنا هذا ظهر النص تاع 1500 هذا ظهر ب 499 مره والثاني ظهر 501 سي نورمال هذا هو المنطق
لازم مجموعهم يمثلي الالف. اوكي لو كان نقولوا لا فريكونس تاع الاش تو سامبلومون العدد اللي ظهرت فيها الاش العدد الكلي راح تشوفوه باللي يقارب مش راح نقول يساوي راح نقول يقارب 0.5. نفس الشيء لا فريكونس تاع التايل راح تقارب حتى هي 0.5. ايه باه نقدر نعرف لا فريكونس اول شيء عدد التجارب لازم يكون عدد كبير ما تظهر ليش لا فريكونس التجربه وتجربتين صح ولا لا؟ اوكي الميزه انه تاع لي زيكسبيريونس الياتوار هذا انه لا فريكونس هذه توجور تتقارب العدد معين معناتها ماشي في الألف لقيت لا فريكونس 0.5 وفي الألفين راح نلقى هذه 0.1 والأخرى 0.9 لا امبوسيبل إذا تقاربت ل 0.5 دائما تبقى مقاربة ل 0.5 وانجز العملية وديرها بيدك كما تحب عاودها مليون مرة راح تلقى توجور ريزلتا هذا اوكي علاه ما اعرف اوكي علاه السبب نجهل السبب اما النتيجه نعلمها نعلم انه لا فريكونس توجور واش تكون افوا توجور بعد عدد معين تعود تبقى تقارب قيمه واحده برك اوكي معناتها تثبت في قيمه واحده اوكي بون في هذه الحاله عندما يكونوا لي بروبابيليتي تاع لي زيليمون تاعي كامل متساويين راح نقولوا الاكسبيريونس تاعي ايكوي بروبابل با ولا خلي قبل ما نحكي على الايكوي بروبابل قلنا اول شيء باه نمثل هذه التجارب الفيزيائيه هذه رياضيا لازم نعرف الاسباس دو بروبابيليتي تاعي معناتها نعرف وشي هما لي زيليمون اليمونتار تاع التجربه تاعي اوكي ثاني شيء لازم عليا نعرف رياضيا داله ثم اول شيء لازم نعرف داله اللي ترفق بكل عنصر من عناصر المجموعه هذه ترفق لها عدد معين بين الصفر والواحد نحاول ندير باج جديدة ونزيد ثاني خطوة باش نقدر لازم نعرف دالة من سيجما للصفر الواحد بون دوك نقول سيجما من بعد دوك نمثل دوك نبدل فيها شوي سيجما احنا نعرفوا بلي سيجما في الالف تاعنا عندك ده عنصرين معناتها كل عنصر لازم نرفق له قيمه بين الصفر والواحد في الحاله كي تعود عندي التجربه ايكوي بروبابل معناتها يعود عندي كامل عندهم نفس العدد واش نرفق لهذا هذا نرفق له 0.5 والثاني وش نرفق له هذا الداله رياضيا نرمز لها بي نسميوها probability معناتها لا probability بكل بساطه هي داله اللي تعطي اعداد ولا اللي تمد ارقام بين الصفر والواحد لكل عناصر واش لكل عناصر المجموعة تاعي هذه اللي سميتها الاسباس دو بروبابيليتي معناتها 0.5 هذا العدد واش نعود نسميه بي دو اش دو سامبلومون و 0.5 الثاني واش نسميه بي دو تي بصح كلامي هكا مش كامل علاه لو كان نجيب النوتر لاخر ابليكاسيون بيان فونكسيون اللي تكون معرفة من الصفر إلى الواحد الأش مدلها مثال 0.2 والتي مدلها 0.7
هذه دالة بصح اسك الدالة هذه نقدر نسميها probability علاه وشي وشي اللي موش مليح لا صون تاعها. الو لا probability هذه لازم يكون عندها دي زاكسيوم. وبيان قبل ما نحكي على لي زاكسيوم معناتها ماشي اي داله تكون معرفه من لي سباس دو بروبابيليتي نحو المجموعه 0 و 1 نقدر نعتبرها بروبابيليتي. لا هذه الداله لازم تتوفر فيها شروط وهذه الشروط راح نشوفوها هم ثلاث تروا كونديسيون. اذا توفروا في الداله هذه يعرفوا بلي الداله هذه راهي بروبابيليتي. بروبابيليتي معناتها هذا من القيم راهم دي فريكونس هذا هو المعنى تاع بروبابيليتي تو سامبلومون. اوكي فهمين معناتها الشيء هذا راهو شيء واقعي مش شيء خيالي بعبارة أخرى. بون أنا قلت لكم لا probability تكون معرفة من سيجما صفر واحد باش نبين شوي لا probability. بس في الحقيقة تعرفوا تحكموا مجموعة وتطلعوا لها كيف نسميها بالعربية الأخر البارتيسيون تاعها التجزئة تاعها تعرفوا في الرياضيات قرينا حتى في صغرنا مش حتى في كبرنا. عندك هذه عندك المجموعة هذه اللي فيها عنصرين الاش والتي كيف تجزئها تتجزأ لا مجموعات مش هي عناصر يعني نجزأ فيها لمجموعات نجزأها لمجموعة فيها غير الاش ولا مجموعة وش فيها غير التي ولا مجموعة وش تحمل كش مكان حاجة أخرى ولا الفاي المجموعة الخالية. أوكي هذا ما راح نسميهم لي بارتيسيون تاع من كيف راح نسمي كيف راح نرمز لهم بالا لي بارتيسيون. أوكي نرمز لهم رمز هكا تسمى كي نكتب لك هكا ا سيغما معناتها لي بارتيسيون تاع سيغما. الوغ نجيو شوي المجموع تاعنا دوكا هذا او التعريف تاعنا دوكا هذا راح الريغولا لا probability تكون معرفة ولا نخلي هذه كيما راهي ونزيد نكتب حاجة أخرى لتحت خليها كيما راهي. أوكي نعدلو شوية التعريف تاعنا درك تو سامبلومون نيمبورت كال واش قلنا نيمبورت كال اكسبيريونس الياتوار لازم نعرفو اول شيء واش لازم نعرفو ليسباس دو بروبابيليتي تاعنا سينو ما نقدروش نخدمو. بعد ما تعرف ليسباس دو بروبابيليتي لازم تعرف لا بروبابيليتي تاعك. لا بروبابيليتي معناتها تعرف واش هي الداله اللي تربط لك المجموعات الجزئية تاع المجموعة الأصلية تاعك تربطها بين واش بين المجموعة صفر واحد تو سامبلومون. وأي مجموعة ولا أي عنصر ينتمي لهذا راح نسميوه خلينا نقولوا أ راح يترفق بقيمة اللي نسميوها بي دو أ تو سامبلومون راح تساوي المجموع على اي دوك سي اي. دوك نجي نحكي شنو المعنى تاع هذا. احنا نعرفوا دوكا هذه ما رجعتش عناصر هذه واش رجعت تحوي مجموعات. اوكي كل مجموعه تسمى كل عنصر منها راهو مجموعه صح ولا لا معناتها هذا العنصر ا راهو يحوي عده عناصر. لا probability تاع المجموعة هذه ترجع بكل بساطة هي مجموع اسمحوا لي هي مجموع تاع لي probability تاع كل عنصر وحده ونعرفوا بلي لا probability تاع كل عنصر وحده هي تو سامبلومون لا فريكونس لي يصرى بها. ناخذ مثال في الاخر في الحاله تاعنا لو كانت تجي لي المجموعه هذه اش هذا راح نسميه
لا خلينا نسميه بعدد كبير راح نسميه A. هذه المجموعة راح نسميها A. شحال لا probability تاع A؟ شحال هي لا فريكونس اللي تصرى بها الاش؟ شحال لا فريكونس اللي تصرى بها الاش؟ صح، معناتها لا بروبابيليتي تاعها هو 0.5. نمحي كل شهر. نعم اوكي. لو كان نهز المجموعه مجموعه اخرى نسميها بي اللي هي اش و تي، فرايكم شحال لا بروبابيليتي تاع البي؟ صحيح، واحد. لو كان هز مجموعة أخرى نسميها سي اللي هي مجموعة فاي، شحال لا بروبابيليتي تاع سي؟ صحيح. فاي معناته واش معناته فاي في الفيزيك؟ مو فاي معناته طيشت هذيك لا بياس تاعك وما يظهر لا هاد لا تايل. تصرى هذه؟ ما تصراش، ما تصراش، معناتها نسميه ليفينمون امبوسيبل. استني ايفينمون لي مستحيل يصرى. ليزيفينمون امبوسيبل توجور لا بروبابيليتي تاعها مادام مستحيل يصرى وشحال راح تكون؟ زيرو. شفت واحد لا بوبليسيتي بصح نسيتها، ما على باليش ليسونسيال شفتها. واش هي لا بوبليسيتي اكزاكتومون؟ والله ما على بالي. المهم تولهت غير مع لا بياس هذه في لا بوبليسيتي، لقيت راجل طيش بياس نورمالمون. واش تستنى؟ تستنى تخرج هاد ولا تاي؟ راح طاحت في الطريق، مشات هذيك لابياس، من بعد كي حبست واش حبست؟ حبست واقفة، تسمى ما خرجت لا هاد لا تاي. واش معناتها؟ معناتها هذيك الشركة اللي كانت دير لا بيبليسيتي كشغل حنا لامبوسيبل، تسمى النتيجة اللي حابين يوصلوها لكم انو لامبوسيبل يصرى عندنا. اوكي، هذي داروها في بيبليسيتي، مي يعني 5 سنين ولا 6 سنين ان شاء الله نسيت حتى شو هو البرودوي اللي داروا عليها. ليسونسيال الور، مادام دوكا نورمالمون نكونوا فهمنا شوية لي بروبابيليتي، نجيو لي زاكسيون تاعهم. لي زاكسيون كاينين ثلاثة. أول شيء لا بروبابيليتي لازم تكون أكبر أو تساوي الصفر، عدد موجب صح ولا لا؟ باسكو عدد سالب ما عنده حتى معنى. ثاني شيء لازم لا بروبابيليتي تاعكم تاع سيغما تاع المجموعة كامل لازم تساوي واحد. ثالث شيء لا بروبابيليتي تاع الفاي زيرو. اسبيرون بيان برك نكون شفيت عليهم، والله لا طليت عليهم حياتي كون. ليسونسيال اذا وحده منهم هذو هما في الثلاثه اسبيرون بيان، كش ما كان غلطه ولا اللي نصلحها من بعد. لي زاكسيون تو سامبلومون واش هما؟ واش هي ميزه لا بروبابيليتي؟ اوكي، عرفنا باللي احنا عرفنا المعنى تاعها الفيزيائي اول شيء قبل ما نبداو بالرياضيات. اوكي، قلنا تو سامبلومون لا بروبابيليتي فيزيكمون شي هي اول شيء باش تحكي على لا بروبابيليتي لازم تكون عندك اون اكسبيريونس الياتوار، معناتها راح تكون عندك تجربه اللي ما تقدرش تتنبا ولا ما تقدرش تتوقع بنتائجها. واش دير للتجربه هذه؟ تحاول تكررها عده مرات. اكيد كل التجارب هذه عندهم الميزه هذه الفيزيائيه انكم لو كانت تكرروها عدد كبير من المرات راح تشوفوا لا فريكونس تاع النتائج تاعها راح تثبت. كل نتيجه لا فريكونس تاعها راح تروح راح تقارب القيمه معينه، القيمه هذه اللي تقارب لها النتيجه راح نسميوها بروبابيليتي. اوكي، تو سامبلومون الور لا بروبابيليتي هذه المعنى تاعها الفيزيائي. باش نمثلوها رياضيا نمثلوها بداله، وقبل ما نمثلوها بداله لازم نصفوا اول شيء التجربه العشوائيه تاعنا الاكسبيريونس الياتوار، لازم نعرفوا شو النتائج تاعها اول شيء قبل ما نبداو الخدمه. ثم النتائج تاعها الممكنه كامل تتحط في مجموعه واحده، وهذه المجموعه واش نسميوها؟ ليسباس دو بروبابيليتي سيغما. احنا نعرفوا باللي ليسباس دو بروبابيليتي واش يحوي؟
يحوي عناصر ولا يحوي نتائج التجربة الممكنة، صح ولا لا؟ ونعرفوا باللي كل نتيجة من هاي النتائج نورمالمون تتقارب ولا لا فريكونس تاعها راح تتقارب لمقدار معين، اوكي؟ معناتها كل عنصر من هذه العناصر يكون مرفوق بعدد محصور بين واش؟ صفر والواحد. اسكو قادر العدد هذا يفوت الواحد؟ مش قادر، اوكي؟ باسكو النسبة يا ما يحدثش خلاص 0%، يا يحدث ديما 1%، يا يحدث ساعات راح تكون نسبة بين الصفر والواحد، أكثر من هك ما كانش مليح. وقلنا كيفاه الحكاية هذه كيفاش تتمثل في الرياضيات، أنك تحكم الإسباس فيكتوريال، قلت الإسباس فيكتوريال، العفو، الإسباس دي بروباليتي، واش تديروا له؟ تجزئوه لمجموعات جزئية. وعلى فكرة هذه المجموعات تسمى بليفينمون، بالحدث. رياضيا مش معناتها الحدث، معناتها مجموعة جزئية من المجموعة الكلية تاعكم، اوكي؟ كما في الحالة تاعنا تاع السيجما كيعود اش و تي، واش قداه المجموعة الجزئية لقينا؟ والفاي، اوكي؟ ربعة. هذم يسموا لي زيفينمون. تسمع عندنا كاتر ايفينمون برك، أربعة أحداث، ما عندناش غيرها، اوكي؟ ونقدروا من هذه الأحداث، ما دام الأحداث مجموعة، معناتها كلمة الحدث تنطبق عليها العمليات تاع المجموعة اللي هي التقاطع والاتحاد والناقص اللي تعرفوهم من قبل. اوكي؟ معناتها حتى هذيك العمليات الرياضية نقدروا ننجزوها على واه؟ على الأحداث، على ليزيفينمون. وكل حدث لازم تكون عنده امبروبابيليتي، تو سامبلومون، كان تعرفوا العناصر اللي موجودة في الحدث. ومادام كل عنصر لا فريكونس تاعو معروفه، معناته لا بروبابيليتي تاع الحدث الكلي لازم يكون معروف، اوكي؟ مليح. واش نزيد نحكي في الرابيل هذا؟ ما دوك لي بروبابيليتي صعاب؟ ما همش صعاب والله، يبقاو هكا لحد الان. اسكو صعيب الشيء هذا اللي نحكي فيه؟ خيقاط ولا لا؟ اوكي املي. واش هما لي زاكسيون؟ لي زاكسيون بصفه عامه قلنا هذا الداله لازم يكون عندها خواص معينه، باه يكون المعنى تاعها هو لا فريكونس، باسكو لا بروبابيليتي في الفيزياء واش هي لا فريكونس تاع ليفينمون. اوكي، ايه املي. على وين نزيد نحكي درك؟ نحكي على probability conditional. بون، كيما قلنا انا هذا نورمالمون تكونوا قريتوه، انا درتوه بتي رابيل، معناتها راح نفوت على probability كامل، راح نفوت ونوصل للحاجه اللي راح نحتاجها انا في الموديل تاعي، متفاهمين؟ كي نوصل للحاجه اللي نحتاجها في الموديل سي بون. ما تقفلوليش الساعه باسكو راني ننسى، توصل وخمس دقائق قولوا، او 25 قولوا. بون، لا بروبابيليتي كونديسيونيل، لا بروبابيليتي كونديسيونيل خلينا نشرحوها كما قلت لكم، ما ندخلوش في الرياضيات بلا ما نعرف المعنى الفيزيائي. المعنى الفيزيائي هو الكل، اوكي؟ راح نجيب حاجه كيما هكا، انتم قولوا لي شي هي، وش هي؟ عرفتوها ولا مازال؟ ايوا، شبيش املي. هذه قبل ما تنجزوا العمليه هذه، اول شيء تقدروا تتنبؤوا نتيجتها؟ انا تستين اكسبيريونس الياتوار ولا لا؟ اوكي، يكون عندها موديل ماتيماتيك ولا ما نقدرش نديروا لها موديل ماتيماتيك؟ نقدر نديروا لها الموديل ماتيماتيك. وش هي اول خطوه اللي نحوس عليها؟ ليسباس دو بروبابيليتي تاعي سيغما. وش هو؟ يا اما يخرج لي واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. بو راح نفرض باللي النرد هذا ولا لو دي هذا ولا الشيش بيش، اش معناتها كلمة شيش بيش؟
آه شيء سكسيس بالإيرانية شكرا اوكي ايه بس كل هي شيش بيش معناتها سكسيس اوكي هذه الأرقام طلق بالآخر بالإيرانية مليح بالفارسية قلت بالإيرانية بالفارسية دوك احنا نفرضوا الدي تاعنا راح نفرضوه اوموجين اوموجين معناتها مخدوم مليح افرايكم تقدروا تعرفوا لا فريكونس تاع كل حدث بلا ما تنجزوا الاخر مادام اوموجين المنطق شو يقول يقول انه كل حدث راح يظهر بنفس القيمه تاع الاحداث الاخرى صح ولا لا معناتها راح تكون عندي تجربه ايكوي بروبابل اوكي كل واحد راح يظهر بنسبه واش برافو باسكو متجانسه معناتها لو كان ندير 600 كل واحد راح يظهر 100 نخطره هذول معناتها تاع 1 على 6 اوكي 1 على 6 لكل واحد بصح لو كان يكون لو دي هذا مش مخدوم مليح مثال جهه الان هي اللي ثقيله شكون راح تكون عنده لا بروبابيليتي شكون راح يظهر بزاف هذا نيشت بالي صاحي الاث بالي ثقيل يهبط في الارض وما يطلعش لفوق صح ولا لا معناتها لا بروبابيليتي صغيره لما راح تكون الان معناتها كون دير طابله في السوق وتخدم لهم شي شبيش كيما دير لهم شويه بولدوم في الان تلعب عليهم في الطابله تاعك ما تحطش حط غير الان برك مليح قلنا راح نعتبر التجربه باش نبسطوا راح نعتبر التجربه تاعنا ايكوي بروبابل معناتها كل احداث بتظهر بنفس لا فريكونس وما دام عندي غير 6 احداث ما دام الور النسبه اللي لازم تكون 1 على 6 لكل حدث اوكي املح راح نمثل هذه التجربه راح نمثلها فان واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة بان هذا احنا نسميه واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة مليح نرجع بالموازات من هذه ننجز لكم تجربه اخرى بون على فكره لا بروبابيليتي هنا راح نرمز لها بالرمز بي اوكي تقولوا معايا مليح باش تعرفوا واش معناتها كلمه لا بروبابيليتي كونديسيونيل نقولوا لي ترى شرح نجيب شي هو هذا عرفتوه ولا لا اوكي وعلاه ما تحكموش نفس الحكايه تاع كبير حتى هذا شي شبيش حتى هذا عندي راح ندير التجربه تاعي بس اسمحوا لي مليح اسمعوا لي مليح اسمعوا مليح للوصف تاع التجربه تاعي نقولوا نطيش الاخر دي هذا بصح راح نلتا غير بالاعداد واحد زوج ثلاثة ها راح نلتا غير بالاعداد واحد وثلاثة وخمسة معناتها تجربتي راح تركز غير على ثلاث اعداد باقي الاعداد ما تهمهاش فهمتوا هدرتي اعطوا لي الاسباس دي بروبابيليتي تاعنا في الحالة هذه راح نسميه الفا واحد ثلاثة خمسة انا حطيت الشروط هذه قلت تجربتي راح نديرها بصح راح نديرها تحت الشروط انه راح نحسب غير الواحد والثلاثة والخمسة باقي النتائج ما تهمنيش
اوكي فرايكم شحال راح تكون لا بروبابيليتي تاع كل واحد منهم؟ ها واحد على ثلاثة، واحد على ستة، واحد باسكو كان مد واحد على ستة مجموعهم اسكي مد دور كل واحد صحيح. ما تنساوش بالرغم انه من نفس الاخر بصح مادام تبدلت شوفوا لي بروبابيليتي راح يتبدلوا كاريمون صح ولا لا؟ قلنا مادام تجربتين مختلفتين شوف هذه سميتها سيجما هذه سميتها الفا، هنا البروبابيليتي تاعي راح نسميها نقدر نسميها مثال بي باش ما نخلطهاش مع باش ما تخلطليش مع البروبابيليتي الاولى اللي سميتها بي. ومش راح نسميها بي واش كنت تقولوا نعود نسميها بي ساشون بون. خلينا نرجعوا للتجربه الاولى العفو، لو كان العناصر هذه اللي فيها اثنين المجموعة اللي فيها العناصر اثنين وربعة وستة نسميها بار اكزومبل مجموعة سي، هذه مجموعة جزئية من سيجما ولا لا؟ معناتها تعتبر حدث في التجربة الأولى ولا لا؟ هذا اعتبروه كشغل حرف واحد، متفاهمين؟ تركديش اعتبروه كشغل حرف واحد. هنا واش قلت بي ساشون كو سي، بالعربيه تقولوا بي عارفين سي ولا حاجه كيما بي ساشون كو سي، معناتها هذه لا بروبابيليتي سمحوا لي مش اثنين وربعة وستة، سمحوا لي واحد وثلاثة وخمسة باسكو هذو هما اللي خدمت بهم، واحد ثلاثة وخمسة. أنا قريب نوصل للنتيجة اللي حابها ما تخافوش. ألوغ البروبابيليتي ساشون كو سي تاع المجموعة رقم واحد راح ترجع ثلاثة برك، قلت العفو ثلاثة راح ترجع واحد على ثلاثة. بار كونتر لهنا بروبابيليتي تاع الواحد شحال؟ واحد على ستة، باسكو هنا هزيت المجموعة الكل، هنا ما هزيت حتى شرط صح ولا لا؟ أما في التجربة الثانية هزيت الشرط، مادام هزيت الشرط البروبابيليتي لازم يكونوا مختلفين. أنا يعطيك ثلاثة على ستة برك. شوفي هذه لا بروبابيليتي تاع الواحد في التجربه هذه شيماء هاكي معايا، انسي لي القوانين امشي بالمنطق اوكي. هذه التجربه جديده قداه العنصر فيها؟ ثلاثه. وقلنا لو كان يكونوا ايكوي بروبابل في التجربه الاولى واش اعتبرنا؟ اعتبرنا باللي قلنا لو كان ندير 600 مره التجربه كل واحد قداه مره راح يظهر؟ ها 100 اوكي اخي 100 اللي هنا كي نلتا غير بالثلاثه هذم قداه خطره قداه خطره يكون عندي 300 برك اوكي. وفي 300 كل وحده قداه خطره ظهرت؟ 100 تربح. احنا تاع البروبابيليتي هي 100 على 300 هي 1 على 3 وباه تتاكدي اجمعيهم برك شحال يعطيوك؟ واحد. ارفقي لكل واحد 3 على 6 لو كان نحكيو بالقوانين، ثلاثة على ستة معناتها واحد على اثنين يخرج لك واحد فاصل خمسة كش ما كاين معناتها انت. المهم بالرغم من انهم تجربتين مختلفتين بصح باين منطقيا انه كاين حاجة ولا كاين رابط بين التجربتين ولا ما كانش منطقيا التجربة هذه يكون عندها شيء يربطها بالتجربه الاولى ولا لا؟ باسكو منها جات اخي صح ولا لا؟ معناتها هذه لا بروبابيليتي هذه لازم يكون عندها علاقه مع لا بروبابيليتي هذه. راح نعطيكم القانون ديريكتومون بعد نشوفوا. نقولوا لا بروبابيليتي دو ا ساشون كو بي معناتها هذه لا بروبابيليتي تاع ا بصح تحت شروط راح تساوي
لا بروبابيليتي تاع ا تقاطع بي، معناتها التجربه اللي تكون تحت الشروط راح تساوي لا بروبابيليتي في التجربه الاصليه، ولا لا بروبابيليتي تاع التقاطع تاعهم في التجربه الاصليه. بصح نقسموها على probability تاع الشرط تاعك. تو سامبلومون علاه نقسموها على probability تاع الشرط باه المجموع يطلع لنا واحد. متفاهمين؟ دوك نعطيكم تجربه. دوك نعطيكم من لهن بعد. تخيلوا الحدث ا تاعكم هو هذا. هذا هو الا. هذا حدث في المجموعه الاصليه ولا لا؟ ولا probability تاع البي تاعكم ولا سامحوا لي لا probability بي راح نهزها واحد راح نهزها واحد وثلاثة وخمسة اخي هي هذه واحد وثلاثة وخمسة اوكي امليح وقلت لكم اعطوا لي لا بروبابيليتي تاع الا هذا الحمراء هذه بصح ساشون كو بي معناتها تاع معناتها تاع الا بصح داخل التجربه الزرقاء اسكو في رايكم اول شيء احسبوا لي لا بروبابيليتي تاع الا في المجموعه الاصليه الحدث ا وشي العناصر اللي فيه ثلاث عناصر معناتها لا بروبابيليتي تاعو شحال راح يكون واحد على ثلاثة معناتها واحد على ستة زائد واحد على ستة زائد واحد على ستة يلي هي واحد على ثلاثة فرايكم لا probability تاع الـ A لو كان بدل التجربة معناتها نقول P دو A تقدروا تخيلوا هذه كان نمحي باسكو رجعت قيل لازم نمحي لاباج تقدروا تخيلوا الرسم أني خلصت فرايكم بي دو ا ساشون كو بي معناتها دوك راح نلتب لا بروبابيليتي تاع ا بصح ماشي في الـ في الـ في السيجما لا بروبابيليتي تاع ال ا داخل المجموعه بي شحال راح تساوي نعاود لكم التجربه برك كان عندي عنصر هنا عنصر هنا عنصر هنا وعنصر هنا الا كان يشمل ثلاث عناصر هذه صح ولا لا اوكي البي كان يشمل عناصر هذه اوكي درك عند ما نشوف سيجما عند ما نشوف التجربه الكليه شوفوا الا هي تمثل ثلاث عناصر من بين قدهن عنصر من بين ست عناصر معناتها بالنسبة للسيجما كل عنصر لا probability تاعو شحال واحد على ستة هذه بالنسبة للسيجما بصح لو كانت التولي غير بهذا اللي راح نسميها العفو راح نسميها بي يا خي الخضر هذه لو كانت التولي غير بالمجموعة بي قدهن عنصر فيها معناتها كل عنصر قده لا probability تاعو تكون فرايكم اوكي ايه الا داخل البي تما الا عندما تشوف الا بنظره البي قداه عنصر تشوف معناتها قداه وكل عنصر قداه لا بروبابيليتي تاعو واحد على يا ناس عناصر البي قداه لا بروبابيليتي تاعها ايه والا داخل البي فيها غير عنصرين اثنين على ثلاثه معناتها نورمالمون لا بروبابيليتي تاع الا ساشون كو بي معناتها عندما نحدوا رواحنا غير بالمجموعه بي راح نلقاوها شحال 2 على 3 هذه بخطوات منطقيه ننسوا المنطق هذا وروح نطبقوا القانون ديريكتومون احنا قلنا قانونيا وش يقول لك بي دو ا ساشون كو بي راح تساوي P de A intersection B sur la probabilité de B.
معناتها هذه لا بروبابيليتي في التجربه الثانيه نقدر نستنتجها بلا بروبابيليتي بلي بروبابيليتي في التجربه الاولى في التجربه الاصليه. من على غوش راهي تخص التجربه الثانيه، من على دروات تخص التجربه الاصليه. تو سامبلومون قولوا لي اتقاطع بك دهن عنصر فيها اه قد لا بروبابيليتي تاعهم واحد على ستة. رانا نخدمو ضرب منا قلت لك رانا نخدمو بالتجربة الأصلية، معناتها كل عنصر لا بروبابيليتي تاعو واحد على ستة. إيه بي تقاطع لا بروبابيليتي تاع أ تقاطع ب هي اثنين على ستة. أسكو هذه خي هكا؟ أسكو هذه هي اثنين على ثلاثة؟ لا لا على لا بروبابيليتي تاع ب شحال؟ هي ثلاثة على ستة ولا لا؟ ستة مع ستة وشي صار لها؟ وش يبقى؟ صحيحة ولا لا؟ أوكي. بعبارة أخرى، la probability conditionnelle. هما دي probability ولا هما تجارب مستنتجة من تجارب أصلية. معناتها تكون عندي تجربة أصلية ونحط عليها شروط. عندما نحط عليها شروط سي نورمال. اسكو ليسباس دو probability راح يبقى نفسه؟ راح يتبدل، راح صغار. اسكو ليسباس جديد دو بروبابيليتي جديد تاعي، اسكو لي بروبابيليتي في داخله راح يبقاو نفسهم لي بروبابيليتي اللي قدام؟ يتبدلوا لوجيكمون. هذا هو القانون اللي تقدروا تعرفوا كيفاه تمشيو من لي بروبابيليتي الاصليين لي بروبابيليتي تاع تجربه جديده. اوكي؟ حلو. لحقتوا خمسه، العشيه ان شاء الله. دوك نشوف نحاول كيفاه ليبيري هذه الصون دو باش نقعدوا لهنا لداخل، سينو نحوسوا كي لي فاغابون راح نحوسوا على وحده فيها لابريز. العشيه نشوفوا في الرابال هذا راح يبقى لي عنصر واحد يلي هما لي زيفينمون انديبوندون، واش معناتها حدثين مستقلين. بصح استقلال ماشي استقلال كيما نعرفوه، استقلال في لي بروبابيليتي، بمعنى لي بروبابيليتي. اوكي، مش معناتها مستقلين معناتها ما كانش تقاطع بيناتهم، لا. نشوفهم بعد ندخلوا للموديل تاعنا للرسمي هاي. شكرا.